السلام عليكم الخوت ديما مغرب. انا خويا انتم كتشوفوا انا انسان معاق، وراه انتم راني جاي ندعم المنتخب الوطني ونتفرج. راه ساعة من جيت الخوت انتم تشوفوا الرويضه ديال الكروسه ديالي راه ترست لي، الرايونات ترسوا لي، وانني جيت من جاي ندعم المنتخب الوطني. حنا ديما مع المنتخب الوطني وراء محمد الملك ديالنا محمد السادس، الله يخليه لنا والله يخلي لنا المغرب، الله يخلي لنا ملكنا العزيز. والخوت انتم تشوفوا شحال المده وانت هكا؟ هذه دابا خويا راني 6 سنين وانا هكا. هي السبب؟ السبب الاعاقه ديالي تنطيح بسميتو بالكريز. ودابا هذه 6 سنين وانا انا معاق بالكروسه. دابا ما عمر شي واحد زعما عيط لك يبدل لك الكروسه ولا شي حاجه؟ لا، واخا مع المره تيعيطوا لي تجي شي كروسه غير هكا كازيو ساعات صغيره ما تجينيش. شي حاجه انا تنتمنى على الله نلقى زعما اللي يجي شي ناس محسنين يشوفوا لي شي موتور كهربائي هو اللي يصلح لي. ولا بغيت يتصل بك شي واحد عندي اخويا 06 41 47 35 56. المدينة والحومة فين؟ مدينة فاس المرجا، حي المرجا، المدينة ديال فاس حي المرجا. عندي 3 الوليدات، الوليد الكبير عنده 15 عام، وجوج وليدات تويميين عندهم 4 سنين. أنا مغاربة. كلمة للمحسنين اللي يعاونوا لنا. الخوت المحسنين الله يكثر خيركم، الله يجازيكم بخير، أنتم تشوفوا الحالة، الله يجازيكم بخير. تنبغيكم توقفوا معايا، الله يجازيكم بخير. شوفوا لي شي موتور، شوفوا لي شي موتور كهربائي، الله يجازيكم بخير. انت تشوفوا انا راني ديما مغرب ومع المغرب، وتنتمنى المنتخب ان شاء الله. الاعاقه المهم خرج، لا واخا الاعاقه رغم الاعاقه خارج باش ندعم المنتخب الوطني. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.